ملاحظة يمكن اتكلمت عنها مرة واثنين وثلاثة، ولن أمل الحديث عنها لأن ده دورنا كلنا، إن احنا لما حاجة تلفت نظرنا نتكلم عنها. الناس اللي بالنسبة لها، في ناس بتبقى متطرفة جدا في فكرة التعامل أو التعاطي مع الثقافة، بيشوف إنه إما يكون مثقف للغاية، اللي هو مثقف بيستعرض الثقافة بتاعته طول الوقت، فبالتالي ده بيكون شخصية غير مستحبة لمعظم الناس اللي حواليه، إلا يعني الناس اللي هي بنفس العقلية، أو إنه بيكون ضحل الثقافة تماما أو غير راغب في الثقافة. ممكن يكون عنده، مفيش حد مش مثقف على فكرة، في معلومة كده لازم نقف عندها، مفيش حد على هذا الكوكب مش مثقف، كل الناس لديها ثقافتها، الثقافة ممارسة وسلوك ومتابعة هوايات معينة وبحث عن معلومات معينة، ومش الناس المتعلمة مثقفة، يعني مش لازم يكون خريج الجامعة مثقف، اللي ما دخلش مدرسة أصلا ولكن يجيد القراءة والكتابة ممكن يكون مثقف أكتر منه، لأنه عنده أبحر في معارف معينة، قرا كتب معينة، عنده هوايات معينة، فمش شرط اللي واخد دكتوراه يكون مثقف، ممكن يكون تخصص فقط في المادة بتاعته، وممكن يكون شخص عادي جدا خريج مدرسة ثانوية معاه دبلوم أو معاه جامعة عادية مثلا من أي مكان، ما وصلش لدرجة الدكتوراه ولكن ممكن يكون مثقف أكتر منه. الثقافة هي هواية، ان انت تدور ورا الكتب بتاعتك، ان انت تدور على معلومات، انت ممكن تقعد في قاعدة يكون فيها ناس بتتكلم في كلام مفيد، عادات حكايات تقاليد حكاوي من الشرق والغرب، تراث تاريخ، ممكن تقعد في قاعدة تخرج منها مثقف. مش لازم الثقافة تكون ان انا بجيب كتاب عميق ودسم وقد كده وامسك الكتاب ده وافضل رايح جاي بيه عشان اثبت ان انا مثقف. مش لازم حضرتك طول الوقت تكتب وتقول انا النهارده بقرا الكتاب الفلاني وانا راجل مثقف وما حصلتش وعظيم وعلامة عصري واواني، وبرضه ما فيش حد مثقف لدرجة انه يعلم كل شيء. يعني أقصى ناس وصلوا أو أكتر ناس وصلوا لأقصى درجات الثقافة على وجه الأرض لما جم يغادروا الحياة، كانت معظم مقولاتهم إن هم لم يتعلموا كل شيء، وإن هم لسه صغيرين. العالم مليان حاجات عظيمة ممكن نتعلم منها، ممكن نشوفها، وربنا خلق الدنيا دي كل تفصيلة صغيرة فيها، من أول جناح البعوضة لحد الكون الكبير اللي احنا فيه، مليان حاجات نتعلمها. فمش عايزين يكون عندنا التطرف، إما أن أنت بتكره الكتب والمعلومات والمعارف والحاجات دي، أو أن أنت شديد الثقافة لو سميناها كده يعني فرضا، فطول الوقت حضرتك بتستعرض علينا ثقافتك. ممكن يكون الشخص البسيط اللي قدامك، مش ساعات مثلا بنروح عند حد بيعمل في مهنة شريفة معينة، بيبيع خضار، بيعمل حاجة بسيطة، الناس أصحاب الحرف وأصحاب الخبرات الحياتية الكبيرة دي ممكن تلاقيه بيتكلم لغات أحسن منك، وممكن تلاقيه قاري كتب أنت نفسك ما سمعتش عنها، وممكن تلاقي عنده ثقافة وعلوم ودراية أنت ما تعرفهاش مهما قريت من كتب، ممكن يكون هو أبحر في حاجات أنت ما تعرفهاش، عنده حكايات وتراث أنت ما تعرفوش. فإحنا مش عايزين نستخدم الثقافة في تنفير من حولنا وتنفير المجتمع، الثقافة الحقيقية أن أنت تكون دماغك مليانة وما بتتكلمش كتير وما بتستعرضش كتير وما بتزعجش الناس اللي حواليك بكم العمق والإدراك والحاجات العظيمة اللي أنت موجودة عندك، يا سلام والله على عيننا وراسنا، بس ما تزعجش من حولك بيها. احتفظ ثقافتك العميقة لنفسك لحد ما تيجي اللحظة اللي تستخدم فيها هذه الثقافة، مناقشة، قاعدة بتفيد حد حواليك، بتنجح في حياتك. وبعدين معظم الناس اللي فعلا قرت واستوعبت، لأن ممكن تقرأ وما تستوعبش، ودي نقطة تانية هنبقى نقف عندها، الناس اللي قرت واستوعبت هتلاقيها ماشية في حياتها خطوات نجاح، حتى لو فشل في حاجة بيقدر ينجح في حاجة تانية. اللي بينجح بيكون غالبا مثقف، مش بس مثقف انه بيقرا، بفكر حضراتكم مثقف عنده معلومات عن الشيء اللي هو مشي فيه، وعنده حاجات اخرى من الشرق ومن الغرب قدرت تخليه يكمل في المسار اللي هو فيه. فمش عايزين نخلي الثقافه بتاعتنا منفره للاخرين، ومش عايزين نتقعر قوي في موضوعات الثقافه واحنا بنتكلم مع الناس. وكل ما نبسط الموضوع، المثقف دوره ان ينشر الثقافه وما لديه من علم ومعرفه بين المجتمع، لو كل واحد ادى دوره ولكن بالشكل الرقيق المهذب الانساني البسيط، مش يكون حد بيتكلم معاك تقول له انت تعرف الكاتب العبقري فلان مثلا ديكارت، امبارح تعرف ديكارت؟ لا ما اعرف. انت جاهل، انت ما تعرفش، انا بقى اعرف ديكارت ده كان بيعمل كذا وكذا وكذا، دي مش ثقافه، ده جهل. الجهل ان تستعرض ثقافتك المبالغ فيها مثلا باداء مبالغ فيه على الاخرين. لو حضرتك مثقف هتكون راقي،
هتكون موضوعي، هتكون حنين في التعامل مع الناس، هتكون رقيق لان عندك خبرات الاخرين. فخلينا نستخدم الثقافه بايجابيه وبلاش نقعد يعني نتقعر على بعض ونتمنظر على بعض بالثقافه، لان انا بدأت ألاحظ أنه ناس كتير جدا بدأت تستخدم الموضوع ده في إطار أن أنا يعني أنا فاهم كل حاجة وانتوا جماعة ما بتفهموش، مع أنه ممكن يكون اللي قدامه ده شفته بعيني في مواقف كتير أعلم منه وأكثر منه دراية وأكثر منه ثقافة، ولكن المثقف الحقيقي هين لين هتلاقيه بيتعامل كده بهدوء ويتقبل الكلام وخلاص يكبر دماغه ويشوط. خلينا مثقفين حقيقيين حتى في سلوكياتنا في تصرفاتنا، نتعامل برقة مع من حولنا ونستفيد من اللي احنا قريناه، ما نبقاش بنقرأ ونطلع من الناحية التانية.